دكتور رأفت الراوي، تفضل. دكتور رأفت، العداد بيعد، حضرتك ما عندكش حاجة تقولها ولا إيه؟ أنا فعلاً ما عنديش حاجة أقولها يا رشيد، أنا انسحب. انسحب من المناظرة يعني ولا؟ لا، انسحب من انتخابات الرئاسة تماماً وبشكل نهائي. هو ده اللي كنت هتقوله في المؤتمر الصحفي يا دكتور؟ ما عادتش فرق يا رشيد. أيوة يعني هتنسحب من الانتخابات يعني إزاي؟ وليه؟ وإيه السبب؟ إحنا لازم نعرف، لازم حضرتك توضح للناس إيه السبب. أسباب شخصية ما تهمش حد غيري. هل السبب هو إحساسك بإنك هتخسر بعد اللي حصل لك الشهر اللي فات؟ فقلت إنك أنت هتبدأ وتنسحب وتيجي منك؟ الناس من حقها تفهم يا دكتور. عندك حق يا رشيد، الناس المفروض تفهم إن إحنا بنضحك عليهم وبنبيع لهم وهم بأن أكتر من سنة ونص دلوقتي. حضرتك بتتكلم عن مين يا دكتور بالظبط؟ كلنا لا استثناء إحنا. القوى السياسية والأحزاب، التكتلات، الائتلافات، الحركات والتيارات، عشاق السلطة والكرسي والجاه المناصب والتمكين، اللي عايزين حتة من التورتة وقاعدين ليل نهار بيتاجوا بدم الشهداء. بتكلمني عن حقوق الناس يا رشيد؟ طب كلمني عن الفقر، عن الجهل، عن الجوع، عن المرض، عن الجريمة والبلطجة والتحرش، عن الغش والفهلوة والكذب والنصب والتدليس، عن طفل بيموت في حضانة، مواطن مضطر يتحايل على القانون عشان يأكل عياله. كلمني عن القيم والمبادئ والأخلاق اللي بقت مادة للمتاجرة والمزايدة مش أكتر. لكن انت طبعا مش هتتكلم، عارف ليه؟ لان الكلام ده للاسف لا بيعلي مبيعات جورنال ولا بيجيب اعلانات اكتر في التوك شوز. مش زي ما نقعد نشتم في بعض ونمسك في هدوم بعض ونقطع بعض. معقول للدرجه دي ساخط على البلد وعلينا يا دكتور؟ اني بلد اللي بتتكلم عنها دي يا رشيد؟ بلد المصلحه والبيزنس ولا البلد اللي بيه اصلا مش معترف بحدودها وطالع يقول العكس؟ ولا البلد اللي ساكنه في خيالات الشعراء كتاب الاغاني الوطنيه والشباب الثوره الطاهر النقي البريء؟ يعني الثوره كمان مش عاجبك؟ طز فيا يا سيدي وفي حضرتك وفي حضرتك وفينا كلنا. ليبرالي الماني سلفي اخواني اشتراكي قومي نصيري فلول. تخيلوا جت صاعقه من السماء ضربت البلد دي بكره الصبح وسويتها بالارض باللي فيها. مين اللي هيفتقدنا في العالم؟ احنا بنقدم ايه للبشريه؟ ولا حاجه. احنا ولا حاجه. صفر كبير وعلى الشمال كمان. اول خطوه في علاج اي مشكله انك تحددها. احنا فينا جوانا بذره حضاره هي اللي مخلانا عايشين لحد النهارده، لكن للاسف قدرنا نبتدي من الصفر مع كل جيل. لازم نمسح اللي قبلنا باستيكا ونعيد اختراع العجله كل مره كل مره، وحتى لما بتجيلنا الفرصه بنقضيها كلام وصفصطه وبس. كلمنا عن علم رشيد، عن الثقافه، عن الفن، عن الحريه، عن حريه التعبير، عن حق المواطن في حياه كريمه. كلمنا عن بكره قبل ما ندوس ريستارت ونبتدي من اول وجديد نقطه من اول السطر. كلمنا عن كل ده وبعد كده كلمنا عن حق الشهداء قبل ما الكلمه تفقد معناها. يعني الشهداء برضه مضايقينك؟ اللي مات استريح رشيد، الدور والباقي على اللي لسه عايش واقف في الطابور ويستني دوره. هنسيبكم.